لجرأة كبيرة وبدها قوة ليكون كل طرف على حقيقته الكاملة قدام الآخر. أوقات ردة فعل وحدة تكشف حقيقة تانية وبتكون الحد الفاصل بين الانهيار والاستمرار. ضيوفنا رح يواجهوا مخاوفهم حتى يقدروا يواجهوا بعض. رح يفتحوا قلوبهم ويمكن يكتشفوا زوايا جديدة ما كانوا يعرفوا عنا قبل ولا شيء. من عالم التيك توك وصل للنجومية ووالدته مرافقته كل الطريق حتى طريق السوشيال ميديا. أنا بتصرف بعفوية وأصلا ما كنت بعرف شو يعني التيك توك كله. أول مرة صورت تيك توك ونزلته ما كانت ماما بتعرف بوجود التيك توك أصلا بالحقيقة. بس للأسف هالطريق ما كانت كلها حلوة وما كانت مزروعة ورد وياسمين. الحادث اللي صار معي علمني دروس كتير وعمل نقل كتير كبيرة بحياتي. بدي إياه بلش حياة جديدة وينتقل لحال. الليلة أسرار كتيرة رح يعترفوا لي فيها. الياس شحود ووالدته سيلفان. أهلا وسهلا فيكم. حضرت عصير بس أنا ما بدي بس لألكم. رح روح دغري عند الماما لأنه ليديز فيرست. سيلفانا تفضلي. ياس ميرسي بوكو. يا أهلا. أهلا وسهلا فيك الياس شحود ووالدتك سيلفانا حداد. أهلا وسهلا فيك. أنتوا معي اليوم ومنوريني لنحكي عن علاقتكم المميزة. أكيد علاقة الأم وابنة وهيدي معروفة، ولكن أنتوا شركة نجاح وشهرة على تيك توك وشركة للأسف مصاعب وألام وحياة فيها كتير خسارات كمان تشاركتوها سوا. الياس هو ابنك الصغير وبعد فترة يعني عندك صبي وبنت أكبر منه وبعدين إجا آخر العنقود، بس أكتر شيء هيك معلقين ببعض هلأ بنعرف ليه. الياس نجم على تيك توك الحمد لله. إيه أكيد الحمد لله، بس هيك يمكن بلشت أول شيء على السوشيال ميديا على إنستغرام وبعدين رقبت غيرك شو عم بيعمل لما بلشت موجة تيك توك وشفت شو عم بيعملوا على تيك توك وانت فت باللعبة ومشي حالك. 100% أنا أول شيء شفت كيف بيستخدموا تيك توك، يعني شو أكتر العالم بتحب، لوين متجهين، وهيك قررت مرة أعمل هيك فيديو أنا وماما ودغري حبه العالم وهيك كملت. أنا كأني بعرف أنه ما كتير أخذ رأيك بأول فيديو قررت أعمل فيديو أنا والماما. عمل فيديو عم بيأكل بذر ويبزق البذرات، ردت فعلك المهضومة سيلفانا جابت فيوز كتير على الفيديو. صح لأنه أنا هو بيعرفني كتير أنا مسرسبة ونظافة قاعد يأكل وعم يبزق. إيه شو صار له؟ أنا ما كنت بعرف يعني إنه حاطت كاميرا ولا حاطت التليفون، وبعدين صار يقول لي عم نزلت هيدا على التيك توك. ما كنت أعرف ولا يعني شو يعني تيك توك ولا شو يعني هيدا كل شيء. ما عرفتي إنه السوشيال ميديا إنه أنت كأم بتعرفي إنه إلها حسناتها، شهرة يمكن بعدين بصير يعمل دعايات فيها مصاري بيشرح لك، بس فيها سلبيات وفيها ناس ممكن تتنمر ممكن تضايقه تأثر عليه وهو بعمر صغير. ما نصحتي إنه شو بدك بهالشغلة؟ لا أول شيء لأنه أنا ما كنت بعدني فاتة بالتيك توك وشو فيه خبايا وخفايا شو فيه المنيح مش المنيح، وكنت أنا مرأة بظروف يعني كنت كتير يعني مقصرة شوية عليه. لقيته مبسوط فيها تركته لأنه كنا محجورين وصار يصور فترة كورونا. إيه فترة الكورونا وكنا محجورين ويعمل فيديوهات. هلا بعدين يعني صرت كتير أوقات مثلا أقول له لا مثلا وقف يعني إنه مثلا أو في شيء عم بيزعجني وهيك، بس لا الحمد لله إنه في إيجابيات يعني معنا بحبونا العالم أكثر من السلبيات يعني هيدي الحمد لله. يعني الحمد لله أنه وجهكم إيجابيات أكثر من سلبيات. الياس هيدا الفيديو تبع البذر راح فايرل. يعني عندك كتير فيديوهات انتشرت، بس ما حسيت بفترة أنك عم بتقلد؟ لأنه أنت بلشت نوعا ما كأنك عم بتقلد غيرك، يعني أخذت الفكرة من وين؟ لا لا كيف بتخلق كونتنت للفيديو؟ أنا صراحة أنا بلشت كيف أنا أصلا أنا وأمي بنعمل كل يوم بالبيت، يعني أنا بلشت أمزح معها هيك بس هيك بتعمل فيها ضروبة للماما بالبيت. الله يساعدك مدام.
اكيد الله يساعدني. لا انا بلشت عن جد ما قلدت حدا، انا شفت كيف مثلا انه ما يكون الفيديو كتير طويل مش كتير قصير، هيك فهمت اللعبه كيف على تيك توك، بس مش انه اخذت محتوى غيره وعملته. كنا تقريبا من اول العالم اللي بتعمل هي وامها، فهيك بلشت انا وامها. هيك بلشت، بس في اوقات تعمل فيها ضرب حقيقي، يعني مثلا في عندكم فيديو يلي بدك مدري شو حاطط لها بالعصير، وانه انت هيدا العصير بدك تشربها اياه، تشرب هي وبتبزقه، قلت لها لانه عم بتقلك انه لا كيف بدك تعمل دعايه بهيدا، انه انت ما منغش ماما، انت ما بتغش العالم. بتقلها بس مطلعين كتير مصاري ماما، ما لازم نغش يا ماما، كتير دافعين لنا مصاري. طيب اقتنعت لما قلت لها كتير دافعين، هلا هي اقتنعت لفتره بس قلت لها اخر شيء ده صرت قاعده هيك. لا حبيت الشهرة سيلفانا، لما لقيت ردود فعل الناس اني حابة اللي عم بتنزلوه فت معه باللعبة، حبيت حبيت ليش؟ لان بحبونا. بتشوف مثلا مرة هي ولادها مثلا شوفهم شي مطعم او بالمول بيقولوا لي بحب كتير، يعني بحب هيك، يا ريت ابني مثلي، يا ريت نحن هيك، يعني بنبص. ما عم نعطي شي غلط، ما عم نعطي شي مثلا نقول انه ما يحبوا العالم، ما ماما ما تفوت على هيدول، ما منحبهم مثلا. يعني انا وياه علاقتنا مثل ام واصحاب ورفقه وكل شيء، نتخانق كثير، نتخانق يعني ما تفكرينا يعني لانه قد ما قريبين على بعض كثير في شريعه بتكون. هلا علاقتك قويه بامك، مع انه بهالعمر بالعاده بيكون في جبهه رفض من قبل الولد لا اكثر من الايه، صح؟ يعني كلنا قطعنا فيها وبصير بده يقطع هيدا الرابط مع أهله. أنت بالعكس قويت علاقتي مع أمك. علاقتك مع أمك، علاقتك مع بيك كيف؟ هل علاقتي مع بي منيحة يعني إلى حد ما، بس ما كتير يعني أنا وياه ما عنا كتير وجهات نظر نفس الشيء، يعني أكتر أنا وأمي. شو يعني علاقتي مع بي منيحة إلى حد ما؟ يعني مثلا بقصص معينه، يعني انا وياه مثلا نتفق بشيء بس اغلبيه القصص ما بنتفق فيها، بس علاقتنا منيحه، بس ما كتير ناخذ وبنعطي بقصص معينه لانه بنتخانق. وهو لانه مش عايش معكم، انت ما عشت معه. هلا انا كنت اقسم بين امي وبي، بس اكثر شيء امي. هلا انت على عمر الست سنين، يمكن حالتك حاله مجموعه كبيره من الاطفال وين ما كان بالعالم. وعيد بلشت وعى بعمر الست سنين لقيت امك وبيك مطلقين، سالت امك شو صار؟ سألت عن بيك وينه؟ ما أنا كنت شوفهم الاثنين، يعني ولا مرة حسسوني أنه ما كان عندك الحشرية وأنت قريب هالقد من أمك أنه ماما شو صار؟ ليه أنت وبيي طلقته؟ ليه منه معي بنفس البيت؟ هلأ مبلا أنه ما خلص ما كان فهمان القصة. شو فهمان؟ لا فهمان. شوف أنا ما فهمان، فهمني. هلأ قصص هيك ما بحب أحكيها، بس أنا خلص كنت فهمان عمر ست سنين شو صايرة، حتى لو بس من عمر الست سنين فهمان. طب واخذت صف مين؟ صف امك ولا صف بيك؟ اكيد صف امي. هلا ما بحب اقول اكيد صف امي، بس انه هيك ديركت يعني، بس خلص كل واحد عقليه يعني، كل واحد كان شيء وخلص، بس انه انا اكيد مع ماما وكل شيء. انت صف امك. جربتي سيلفانا تقربي وجهات النظر بين زوجك او اكسك وابنك؟ ايه كثير، على طول على طول انا بقول له يعني انه ما علي تفهم وبيك واسمع، يعني بالنهايه هو بيك، بس هني ما بعرف شيء غريب يعني بحبوا بعض كثير بس ما بيتفقوا ولا موضوع بيتفقوا عليه. هو يعني قاسى عليه لالياس؟ لا 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 ابدا، حرام، بالعكس ما بيآمن بيكسر من حقه كرماله، بس يمكن ما مآمن بخبرية السوشيال ميديا. شو عم تروح اعمل لك شي شغلة تنفعك مثلا؟ بس اعمل يعني دعايات ايه مثلا، بقول لي وينه ما بفرجيه على السوشيال ميديا، يعني هو بعد منه كثير اصلا ما عنده تيك توك لهلا، لهلا ما عنده تيك توك، يمكن من جمعة نزله او من فترة صغيرة عم بيشوف شو عم بعمل. هلا في كثير عالم انه يعني إيه إنه بعد ما عنده تيك توك بعد ما فكر انه عن جد انا عملت شيء، انه بس مثلا عنده بالشغله وهيك بيجوا بيسالوه هيك صار يحب هون، صار انه صار يحب الشغله. يعني عندك هيك مثل نقص انه بيي ما مآمن فيني، يعني كل اللي عم بعمله اخده هيك تيك توك. هلا انا على طول بقول له شو نجم على تيك توك يعني، هلا انا على طول بقول له هيك، بقول لي لا يا بيي انا بالعكس انا مبسوط فيك وهيك، حتى بس صار يشوف العالم انه عم بيعرفوا لبيي انه انا ابنه وهيك. لا بنصور معه، بنصور معه مع بيي ومرته. انا شفت فيديو، بس لنحكي قبل انه قبل ما هيدا الفيديو، لانه الفيديو في شخص ثالث يلي هو مرت بيك،
فانت اول صدمه كولد انه امك وبيك مطلقين. هلا كيف تقبلت انه بيك بده يرجع يتجوز مره تانية، بده تجي مره تانية غير امك؟ يعني هاي منا كثير هينه. ما عندي مشكله، بالعكس رح حضرت عرسهم، كنت بعرسهم عادي وبكيت، تاثرت يعني انه بيي عم يتجوز انه حدا. كيف لك قبلت كل هالشيء؟ يعني هو عرف كيف يوصل لك الفكره بطريقه حلوه، ولا سيلفانا امك اللي وصلت لك اياها بطريقه حلوه؟ لا ليك، هو صراحه هو اللي وصل اياها بطريقه حلوه، هي وهي منيحه، هي مرته منيحه، منيحه مع ابنه، منيحه معه. بعدين هي بعد فتره تعرفت عليه، من بعد ما طلقنا فتره طويله، كرمال هيك كانت معه قبل ما يتجوز بفتره وتعود عليه، وهي انسان كثير منيحه، ليه ما بده يحبها يعني؟ مش بده يكون عندك اخوه من بيك؟ ما عنده اولاد بعد؟ ما في اولاد. عملت فيديو حاطه بيك بالنص، حاطه امك على مال ومرت بيك على مال، وعم بتقيمهم. قيمهم هلا على الهوا، وصوف امك بكلمه. محبه بيك. بي هيك شو في يقول عن بي؟ انت بدك تقول. امك بلا امك لك امك بدها مجلد لتحكي عن بيك، احكي انت بكلمه. لا بالعكس بيتفقوا هلا قاعده، بس بيتفقوا شيء والمجلد شيء ثاني. شو بيقول عن بي؟ هيك كمان قلبه طيب كثير. قلبه طيب. مرت بيك شو بدي احكي عن مرت بي؟ انا ما بعرف اوصف بكلمه يعني، لانه بكون في معك كلمتين ماكسيموم اليوم. منيحه كمرت بي، كثير منيحه كمرت بي، كثير منيحه. بس اللي صار معكم للاسف انه يعني هيك الجو مهضوم، بس مضطره على مراحل بحياتكم، كان في عده خسارات. يعني انت كأم خسرتي زوجك، كامراه خسرتي زوجك، وكأم خسرتي ابنك على عمر 27 سنه، وانت كان عمرك 13 سنه الياس. كيف توفى ابنك؟ مشكل. مشكل. اف مشكل. يعني شو مشكل؟ بين هو وشخص يعني تقوس؟ تقوس. كيف تلقيت الخبر سيلفانا؟ يسب خبرك ما بتصدق. انا ابني الله يرحمه كنت حاسه من كان عمره 40 يوم انه عمره مش طويل. نعم كنت حاسه، كنت الا لبنتي، بنتي وحيده، تقول لي بتضلك هو كانه وحيدك مش انا، الا ماما خيك عمره قصير، تقول لي ايه هي حجه. لا عم تمزحي عن جد هلا عم تحكي؟ لا مش مزح. كنت كيف انا كيف يعني كنت تحسي انه عمره يعني هيدا طلعي بابنك تحسي انه ما حيكمل؟ اللي شفته هيدا الدفن اللي شفته كنت شوفه كل يوم ابكي. انت بتعرف انا بس هالشي؟ كنت انا وياه على فكره كنا عم نتغدى على الناس، دقت لي صاحبته قالت لي وين راي؟ قلت لها ايه مش طالع لعندي، كان طالع لعندي. بس دقيت له مره مرتين ثلاثه، قلت له لليلو قوم، طلعنا بسياره، قلت له خيك مات. اسالي بس كيف قدرتي ولد عمره 13 سنه؟ انا ما كنت خلص. كيف قدرتي كمشتي اعصابك وطلعتوا بالسياره؟ يعني اكيد انت عم بتسوقي لانه ابنك صغير، كيف قدرتي؟ عم ببكي انا، عم ببكي وعم سوق، عم خبط السياره. ليلو بعدني بتذكره قاعد حد ما عم بيحكي، حرام عم بجرب يدق لخيه، اكيد ما عم بيرد. صرت فتش 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 انا انه كان بالترومبا عم بيغسل سيارته، فتش طلعت على المخفر، قالوا لي مدام بعد الساعة 4:30، الساعة 5 رحت على البيت قلت له عود خلص. وبعدين لحتى عرفنا شو يعني شو صار، شو المشكلة اللي بده يؤدي لقواس وتخسري ابنك فيه؟ شو صار بعدين؟ ما صار شو هيك نصيبه. انا كنت قالت له ما يخاف من الزلم، يخاف من الجبن، كرمال هيك. لأن بعض الاوقات بس بحكي لإلياس عن شيء بقول له أمي اسمعني، انا اكثر وحده بخاف على مصلحتك، لانه انا بحكيك لك
سمعني ابني الله يرحمه، هالقد نصيبه وهالقد عمره. المحاكم اخذت مجراها؟ ايه اخذت له حقه؟ اكيد. يعني اخذت الحق المعنوي على القليله؟ شيء حقي عند ربي ما بيقول. اللي قتل لك ابنك اليوم محبوس؟ لا لا ميت. وين ولك؟ ميت. سيلفانا بصراحة اللي قتل